أهلا وسهلا بكم. توفيت صباح اليوم الثلاثاء امرأة وطفلين وأصيب رجل وطفلين آخرين، كما جاري البحث حتى هذه اللحظة عن طفلين آخرين من عائلة واحدة مكونة من 8 أشخاص بعد أن جرفتهم السيول في مجرى سيل شعيب طريف غرب محافظة طريف ب25 كيلو. طبعا حقيقة يعني ملف الأمطار في السعودية ملف مقلق، لسنا ضد الطبيعة ولكن أكيد أنه ضد الإهمال. فاليوم الحقيقة بنبحث في هذا الموضوع، هل هو إهمال ولا هذا قدر الطبيعة؟ لكن الحديث عن هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو الخبير في الرصاد الجوية الأستاذ عادل القازلي، كما يلتحق بنا عبر الهاتف خلال هذه الفقرة عدد من منسوبي الدفاع المدني يطلعون على آخر الاستعدادات والاستنفار لمواجهة السيول والأمطار، وأيضا راح يكون معنا العقيد سعيد سرحان متحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، وأيضا اللواء مستور الحارثي مدير الدفاع المدني منطقة تبوك، وأيضا سيكون معي الرائد نافع الحربي المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في حائل، كما سيكون معي أيضا الملازم أول عبد الرحمن الضويحي نائب المتحدث الرسمي مديرية الدفاع المدني منطقة الجوف. ودي أعرف كل المناطق شو وضعها الحقيقة، ودي نشوف ملف طريف شو اللي آخر ما صار فيه. يعني أبدأ الحقيقة مع ضيفي في الاستوديو أستاذ عادل، سيول وأمطار في محافظات، هل سبقت ولا هذا وقتها؟ هل إحنا مقبلين على فترة شتاء وأمطار قد يكون لها انعكاسات سلبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء رحب فيكم بالأخوة المشاهدين في قناة روتانا. أهلا وسهلا. طبعاً إحنا عايشين في الفترة هذه فترة انتقالية من فصل الصيف إلى فصل الشتاء، وعادة ما تكون هذه الفترة تتميز بالتقلبات الجوية والتقلبات الجوية السريعة وبعض التغيرات الجوية العنيفة كما لاحظنا في الفترة اللي فاتت. الأمطار هذه كانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تقرير قبل الحالة الجوية ما تكون أو ما تتكون ب3 أيام، وأرسلته للجهات المختصة زي الدفاع المدني ومرات المناطق، وأخص بالذات المناطق الشمالية اللي هي متأثرة أكثر شيء. تكون المنخفض وكان جدا عميق، وكان أثر على جمهورية مصر العربية بأمطار غزيرة على الإسكندرية كما شفنا، وأيضا على بلاد الشام والقدس العربية، كل هذه المناطق جاتها أمطار وكانت مصحوبة بحبات البرد، ما نقول أنه نزلت الثلوج لأنه بدري على الثلوج. طبعا متوقع هذه الأمطار في هذا الوقت، لكن اللي زاد من شدة الأمطار أنه كان في عندنا زي مرتفع جوي عامل زي البلوكينج أو زي الجدار، خلى المنطقة أو المنخفض هذا ما يتحرك بسرعة، فخلاها واقف لفترة زمنية يمكن 3 أيام على بلاد الشام وعلى مصر. هذا اللي ساعد على تغذية المنخفض أيضا من بحر العرب من البحر المتوسط بكمية وافرة من بخار الماء، ساعدت على زيادة كثافة السحب الركامية والأمطار. بعدين بدأ يتحرك شوية المنخفض، ومن يتحرك المنخفض جاب معه أو بدأ يسحب معه منخفض البحر الأحمر. طبعا إحنا لازم نعرف طبعا الحالة المناخية للمملكة إنه زي ما درسناها حار جاف صيفا بارد ممطر شتاء، فهذه الفترة فترة أمطار. وأهم ما يميز هذه الفترة إنه مرور المنخفض الجوية من على شرق البحر المتوسط، وما يصاحبها من تأثير أنه تسحب معها منخفض البحر الأحمر الدافي والرطب في نفس الوقت، ومن خلال هذا الالتقاء في محاور المنخفضات تتكون الحالة أو الحالة المطرية اللي سارت هذه. نعم برجع لك سعد، لكن معي العقيد سعيد سرحان وهو المتحدث باسم الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة. سعد العقيد مساء الخير. مساك الله بالنور أستاذ علي وضيفك الكريم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا لك حقيقة وأقدر لك اهتمامك بهذا الموضوع. نعم واجبنا سعادة العقيد. جدة مرخة والشدة، أهل جدة إذا جاء الشتاء خافوا، وإذا سمعوا أنه بيجي مطار خافوا لأنه ذاكرتكم مليئة بالأحزان. إيش آخر استعداداتكم لمنطقة مكة المكرمة وجدة تحديدا؟ منطقة مكة المكرمة تختلف عن أغلب المناطق المملكة طواريسها واقعها. منطقة مكة تتعرض للسيول المنقولة سواء من منطقة الباحة أو من منطقة عسير. بالنسبة لجدة بالتحديد، جدة خلال 5 سنوات الماضية حصل فيها مشاريع كبيرة جدا خاصة في موضوع السيول. أيضا الدفاع المدني كان مجاري لهذا الأمر، وعنده تقريبا 290 صابة انذار موزعة على مستوى جدة على مستوى المحافظة. تقريبا عندنا أيضا عندنا صابات انذار تبع وزارة المياه موزع على الأودية وعلى السدود. الوضع إن شاء الله مختلف تماما، بالإضافة للاستعدادات الموجودة في الدار العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة وكافة محافظات المنطقة، إن شاء الله الأمور إن شاء الله طيبة. نعم
يعني انتم بالاضافه الى انه فيه في مشاريع كثير في جده انعملت بعد الكارثتين اللي صارت فيما مضى، انتم كدفاع مدني هل يعني في يعني في تطور في الاداء؟ هل في معدات جديده؟ هل في طريقه عمل مختلفه هذه السنه؟ بالنسبه للدفاع المدني في كل عام يستقبل المعدات، عنده ايضا عنده الدورات موجوده على مدار السنه سواء في مركز تدريب او في معهد الدفاع المدني. الدفاع المدني بيعمل طول العام، ما عنده مشكلة موضوع السيول أو موضوع الأمطار، لأن حالات الغرق بتحصل سواء في حالة الأمطار أو في الأيام العادية، فالاستعداد الدفاع المدني دائما بيكون على مدار عام موجود. بالنسبة لهذا الموضوع طبعا بعد المشاريع اللي أقيمت في مناطق محددة حددها الدفاع المدني مسبقا قد تشكل خطورة محددة، طبعا في حالة ورود تنبيه من الرئاسة العامة لهيئة الأرصاد، عندنا فرق إسناد مضافة للفرق الموجودة مسبقا في المحافظة بتتمركز في هذه المواقع، في أيضا في غرفة مشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى بتفعل وبتأدي دورها مع الدفاع المدني. الأمور بمشيئة الله إنها طيبة. نعم، شكرا لك سعادة العقيد سعيد سرحان على المشاركة. مع أيضا اللواء مستور الحارثي وهو مدير الدفاع المدني منطقة تبوك. سعادة اللواء مساك الله بالخير. أنا مساء النور أخوي علي وضيفك والأخوة المشاهدين والمشاهدات. سعادة اللواء يبدو لي أنه الأمطار جدكم أنتم بدري ذا السنة، يعني إيش آخر التطورات عندكم، الاستعدادات، الوضع الحالي في منطقة تبوك؟ الحمد لله الأمطار شملت منطقة تبوك ومحافظاتها وجميع المراكز، كانت أمطار خير وبركة الحمد لله، ومديرية الدفاع المدني بتبوك واستعدت من خلال خطة الأمطار والسيول اعتمدها المعتمدة من سمو أمير المنطقة، ويساندنا الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني، جميع المراكز والمحافظات خطرت عليها أمطار من متوسطة إلى غزيرة، الحمد لله لم نبلغ عن أي حالة، الحالة متابعة من سمو سيدي أمير منطقة تبوك الأمير فهد السلطان. اليوم هذا خطرت أمطار غزيرة على محافظة تيمة، والحمد لله أمطار خير وبركة لا يوجد عندنا ما يعكر صفو المواطنين. نعم، شكرا لك سعادة اللواء مستور الحارثي، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. طبعا اللواء مستر الحارثي هو مدير الدفاع المدني في منطقة تبوك. أعود لك أستاذ عادل، إحنا دائما لازم نبسط المصطلحات شوي للناس، يعني السنة هذه هل السعوديين موعدين يعني برودة أكثر من العام الماضي، بأمطار أكثر من العام الماضي، أم أنه أقل؟ والله في دراسات في التغير المناخي تقول أنه في تغيرات مناخية، تمام، وبدأت تظهر يعني بعض ملامح هذه التغيرات، يعني كمية الأمطار وكمية الهطول. تبوك يمكن هذه ثاني منخفض يأثر عليها في خلال أسبوع، وكانت كمية أمطار قوية. كمية الأمطار اللي هطلت على طريف والقريات وصلت 38 ملي، أما تيجي تحسبها على منطقة واسعة زي تقريبا نص متر، أما تحسبها على منطقة واسعة فتعتبر جدا غزيرة. فإن شاء الله حكاية الأمطار هذه مستمرة في الفترة هذه، لكن حكاية أنه يكون الجو أبرد وما هو أبرد من هذا، لحد حين درجات الحرارة حول المعدل، لأنه إحنا نأخذها نقيسها بالمعدلات حقت السنوات الماضية، فحاليا كل شيء ستيبل وكل حاجة تقريبا زي ما هي، ما شفنا أي ارتفاع أو انخفاض ملموس في درجات الحرارة نقدر نقول أنه أكثر من السنوات الفاتت اللي رصدنا فيها درجات حرارة يعني بالناقص، كانت أكثر شيء ناقص 7 في طريف، لحد الحين لسه بدري هذا الوقت. طيب عادل بسألك سؤال شوية برا، بس أنه مرتبط فيك شخصيا بالمهنة اللي أنت فيها، أنتوا ليه جيل الشباب من اللي تقدمون نشرات يعني طقس ما لسه ما علقتوا في ذاكرة الناس مثل حسن كراني، عبد اللطيف العيوني، العشماوي، الأسماء هذه اللي مرت محفورة في ذاكرة الناس وترد وتقلدهم وتردد إفيهاتهم، هل المشكلة في الزمن ولا في طريقة التعامل التلفزيون معكم الآن ولا وش والله أنت عارف أول زي ولا دخول مذيعات الحلوات في يا ريت لا أنت عارف يعني زي أستاذ حسن كراني، طبعا أستاذي قبل ما أدخل الاستوديو كنت على اتصال معاه عشان ندرس الوضعية، فطبعا زمن الأستاذ حسن كراني وعبد اللطيف العيوني هذول أساتذتنا يعني اللي قدمونا للجمهور، فكانوا
أول شيء ما في القنوات الفضائية أي. تمام، ولا كانت في وسائل التواصل الاجتماعي. دحين ما شاء الله كل واحد عنده الجوال حقه بيشوف الجو ويقعد يناقشني فيه، يعني أنا بتوصلني المعلومة يا أكدها يا أكذبها. نعم. من كثرة المعلومات، فكانوا الناس مجبرين إنهم يتابعوا القناة السعودية الأولى، يستنوا مسلسل، يستنوا مصارعة، يستنوا أي حاجة صح. على أساس إيش هذا؟ فكانت علقت معاهم المذيعين النشرة الجوية، وحتى ممكن في أستاذ حسن كراني يمكن يعني يمكن لي تعليق مشهور عند الناس اللي هو مع أحلى الأماني، حسن كراني مع أحلى الأماني. أحلى الأماني، فهذا مرتبط فيه، فعشان كذا. لكن إن شاء الله إحنا بنجتهد ونحاول. عموماً اللي دائما كنت على اتصال فيه، أنا أوجه تحية وتقدير للأستاذ حسن كراني وأقول لك دائما أحلى الأماني أستاذ الجميع. معنا الآن الرائد نافع الحربي المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني منطقة حائل. سعادة الرائد مساء الخير. اهلا بك استاذ علي، مساء الخير لك ولجميع الاخوه المشاهدين والمشاهدات ولضيفك في الاستديو. طمنا وش الاخبار في حائل، في كيف الاستعدادات، اخر التطورات؟ والله الحاله الجويه تاثرت اليوم من بعد العصر تقريبا، هي كانت من الامس شهدت الامس موجه غبار، تحسنت الاجواء ولله الحمد. اليوم الفجر تقريبا تعرضت لامطار خفيفه، اشتدت الامطار من بعد العصر هذا اليوم على مدينة حائل ومحافظاتها والأجزاء المحيطة بها. الأمطار لا زالت الآن تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، حتى هذه اللحظة ولله الحمد لم تسجل أي حوادث في منطقة حائل جراء الأمطار، ولم يتعامل الدفاع المدني بحوادث تدخل ضمن اختصاص الدفاع المدني. نعم، طيب شكرا لك سعادة الرائد نافع الحربي المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني منطقة حائل. احنا راح نكون إن شاء الله على تواصل معكم في الأيام المقبلة أكثر. بعد شوي راح يكون أيضا مع المتحدث أو نائب المتحدث الرسمي بديرية الدفاع المدني منطقة الجوف الملازم أول عبد الرحمن الضويحي. معنا الملازم عبد الرحمن. طيب أساس بس الوقت شباب، أخيرا إحنا متى خلاص راح نبدأ في الشتاء بالضبط؟ لا باقي تقريبا على دخول المربعانية زي شهر شهر وأسبوع تقريبا. هذه يعني تجيك زي تقريبا 42 يوم كلها باردة تعتبر. فدحين يعني هذه الفترة نعيش فيها ملامح من فصل الصيف وملامح من فصل الشتاء، وتبدأ تزيد يعني عدد ساعات الليل، وتبدأ درجات الحرارة بانخفاض، ويعني توصل لبداية الثلاثينات زي كذا على معظم المناطق. هذه هي. نعم. طيب أنا الحقيقة أشكرك أستاذ عادل قازلي يعني المهتم في أو مقدم نشرات الطقس وأيضا المهتم بمتابعة الطقس. أشكرك الحقيقة على حضورك معنا، شرفتنا اليوم. الله يبارك فيك، ولو أني كان بس أبغى تسألني من الأسئلة حقت الفقرة اللي فاتت اللي حقت زواج المسيار. السيارة ودك يعني إيه بس لا كله خير كله خير، الأمطار خير والزواج أضبطك مع الشيخ فعلاً. شكرا مرة ثانية لكل المتحدثين اللي مروا معنا. راح نروح إلى فاصل، بعد الفاصل نعود إلى ملفاتنا الأخرى.